انت عاوزه تفضحيني قدام ابويا وامي؟ كفايه كفايه، مش قادره استحمل اكتر من كده. عاوز انا اقول لهم هو ده قصدك؟ ما هو لازم اشوف نهايه للعيشه دي. قلت لك 100 مره مش هطلقك الا لما اعرف مين. يعني عايز تعرف مين؟ ايوه انطقي. لا مش ممكن، هتكون شديده عليكم وعليك انت بالذات. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ أعز إنسان عندك اللي كنت بتداري عليه وتدافع عنه. مش معقول مش معقول. قصدك ايه؟ أنا ما غشيتكش، حاولت أمنعك يا ولدي لكن ما كدابة كدابة. مع عصابة لسرقة العربيات. سالم انت بتقول ايه؟ زمايلي اعترفوا عليه واتهموني انا اني هربته. ساكت ليه يا امين؟ ما تتكلم. دافع عنه زي ما كنت بتدافع. قول انه مش حرامي. قول انه بريء. كنت فاكره انسان. يا ما نبهتك. كنت بحبه. هو جه هنا امين؟ هو هنا مش كده؟ كنت زمان بسمع كلامك واسيبه لاني كنت اخوه وقدامي مجرم. يا امين اتكلم، فين مدحت؟ عاوز ايه يا سالم؟ مفيش حد هيقدر ياخد مني ابني ابدا. ارجوك تسيبيني ادي واجبي. ارحمني يا سالم. لازم اقوم بواجبي يا ماما. ده مدحت 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 حرامي. ده بيموت بيموت يا سالم. لازم اقبض عليه. أمين أخوك يا أمين، أخوك مدحت، مدحت اللي بتحبه. سيبي سالم يأدي واجبه يا ماما. أنت، أنت اللي بتقول كده. أيوه، سالم دايماً كان عنده حق. كنت بخاف من قسوة أبويا على مدحت، لا يموته زي ما موت أخويا الكبير. لكن أدي النتيجة، أخ مجرم وأخ ظابط، ولازم يقبض عليه. أدي واجبك يا سالم. أرجوك يا ماما أرجوك ما تجبرنيش أدخل بالقوة. سالم ما أقدرش ما أقدرش. تعالي يا ماما تعالي يا ماما. سالم 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 سالم. مدحت هرب. ابني ابني يا حبيبي. طلعي
سلم نفسك يا مدحت، سلم نفسك. Gracias.